في وضح النهار ونعيش الحكاية من بدايتها ونشارك في مراحل بناء الوطن، حيث نرى مصر الحبيبة تمر بتطور لم يسبق له مثيل، لنرى بعد إعلان السيد عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر أن تبدأ في ديسمبر القادم، نرى الميادين والشوارع ومحافظة مصر ومحافظات مصر شهدت احتفالات ضخمة بهذا الإعلان، ونقول لا مجال للمقارنة بين سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلك التي سبقتها، حيث تم تطوير كل شيء في جمهورية مصر العربية واستفاد الجميع من التنمية الشاملة، حيث استمر